في آخر حياة معاوية اقترف معاوية رضي الله عنه إثما عظيما، وهو نقل الأمة من الشورى، من مبدأ الشورى إلى مبدأ الاستبداد عن طريق ما يسمى بولاية العهد. فأوصى بالولاية من بعده إلى ولده يزيد، وبذلك خرم مبدأ الشورى. ليس هناك نص يقول بأن أبا بكر هو الخليفة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا علي ترك النبي شورى، وقد الأمر حتى كان الأمر عند الحسن ثم تنازل كما ذكرت لمعاوية، ثم بعد ذلك على أن يكون الأمر له من بعده، لكنه خالف في هذا كله، وكان الحسن قد مات. أوصى لولده يزيد، وهذه الجريمة في حق الأم، لأنها نقلها من الشورى إلى الاستبداد.